تحية من القلب بوجهها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بدي أذكركم أنكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر إيميل البرنامج. شوفي عنا بمال جديد، لقد أثبتت الدراسات النفسية أنه معظم الرجال بينجذبوا للشخصية الهستيرية نظرا لحيويتها وانفعالاتها القوية وجاذبيتها الجنسية والإثارة وقدرتها على التعبير عن عواطفها. إلا أنه جزء كبير من النساء يلي بتمتعوا بهذه القدرة العالية من الإثارة الاستفزازية المفرطة بيعانوا من البرودة الجنسية، ويصاب المرء بالدهشة عندما يعلم أنه بعض ملكات الجنس بالعالم ويلي يثرنا الشباب بجميع الأنحاء من العالم بيعانوا من هذه البرودة الجنسية. مما يميز أصحاب الشخصية الهستيرية بشكل واضح وملحوظ هو القدرة على الهروب من مواقف معينة من خلال التحلل من شخصيتهم الأصلية واكتساب شخصيات أخرى بتتلائم مع الظروف الجديدة، كما يتطلب أحيانا من الممثل أو الممثلة أنه تعيش بشخصية البطل أو البطلة يوميا لمدة ساعات بإيجاد تامة. فالشخصية الهستيرية إلى قدرتها على تقمص الشخصية التمثيلية واندماجها مع الشخصية اللي بتقوم بالدور عنها، ويتطلب ذلك انفصالها عن شخصيتها الأصلية، وهو ما تتميز به الشخصية الهستيرية كما يقول علماء النفس. تصلح الشخصية الهستيرية للوظائف يلي بتحتاج لعلاقة مباشرة مع الناس، مثل اللي بيخاطبوا أو اللقاءات والعلاقات العامة والتمثيل السينمائي والتلفزيوني والمسرحي وبكل أشكال، ومذيعي الإذاعة والتلفزيون وبعض المهن يلي بتحتاج إلى اللباقة بالحديث والإقناع مع الاستعراضية والمباهات. من مميزات الشخصية الهستيرية تعدد المعارف والصداقات السريعة وحب الاختلاط، ولكن يتميز دائما بالتغيير وعدم الثبات. فضلا عن هذه الكثرة من العلاقات إلا أنها تظل سطحية ولا تأخذ العمق الكافي من الثبات. هيدا هو خبرنا بمال جديد. بيسرني استضيف في حلقة اليوم معي باستوديو دكتور فادي اليوزجي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك اختصاصي في علم النفس العيادة. اليوم عن جد موضوع حلقة كتير كتير حلو، لأنه دايما بنقول نحن الكلمة من رددها دايما هي حرام هستيرية أو هستيري، شو بيعمل عارض هستيريا. هو كلمات نحن من رددهم، ولكن ما بنعرف حقيقة عمقهم وقيمتهم وشو هن. قبل ما فوت أحكي عن موضوع حلقتنا عن الشخصية الهستيرية إن كانت رجل أو مرأة، شو رأيك باللي سمعته بمال جديد؟ المعلومات مزبوطة؟ كلها مزبوطة، بس بدها شرح وبدها تفنيد. بس هلأ كل شخص هيك حكينا عنه بهالفقرة ممكن يكون بدل على شخصية هستيرية؟ لا، لأن بعلم النفس ما فيك تحطي قانون، يعني ما فيك تقولي إذا عمل هيك يعني هيك. مثل مثلا بالمادة ما بتقولي إذا واحد اجتمع مع واحد بيعملوا اثنين وما حدا بيناقشك فيها، أو أبلوزي أو كريم ما حدا بيناقشي فيها، وتنيونج إذا سير ما حدا بيناقشي فيه، كله ممنوع تناقشي فيه لأنه خلص نزل أكسوم. بعلم النفس لا، لأنه بعلم النفس أنت اليوم تشبهي كل الناس، تشبهي بعض الناس وما بتشبهي حدا. تشبه كل الناس، تشبه بعض الناس، ما بتشبه حدا. أبدا. ما في مجال. أنا هيك. أنت. ولا حدا بيشبهني. أنت ما في شك إنه حدا. ما عندي شك، بس إنه بشكل عام هيك الإنسان. يعني كل إنسان من بعيد لبعيد بيشبه الكل. فوتي شوي فيه بيشبه البعض. فوتي كتير فيه ما بيشبه حدا بالمرة، حتى لو خيه لو أخته لو بيه لو أمه ما بيشبه حدا. مزبوط. معناتها نحن دايما عنا في الADN تبعنا. بالADN توت ديكري دون لو فلور دو لا فيكونداسيون. بالADN بيتسجل عندي كل شيء تري بسيكولوجيك فيزيولوجيك وفيزيك كله مركب حسب نظام بروغرام الانكونسيون اللي بيتركب بالADN. حلو. هيدا كADN تجي فوقه في كمان حياتك. ما حدا عايش حياة التانية. إذا هلا أنا ركبت هتلر عن جديد بكلوناج وطلع لي نفس الشكل ونفس الأدائن، ما بتطلع نفس الشخصية. فإذا كل إنسان يختلف عن الآخر، ليه بدي يكون أنا يكون عندي مثلا أشياء بيقولوا مثلا بتشبه هالشخصية؟ إيه مش هيك ممنوع. ليش أنا لازم يكون عندي شخصيتي مثلا هي اللي بتجمع كل الشخصيات؟ ما حدا قاله عليها. شخصيتك أنت تكون شخصية نورمال بالنسبة لألي. طبعا عند بعض مش نورمال. ما هي كمان كلمة نورمال مش يعني طبيعي. ما هيدا غلط. نحن انا دائما بسال طلابي بالجامعه بالمدرسه بكذا انه نورمال بقلي طبيعي، انورمال مجنون. لا مش لا هي صح ولا هي صح. شو يعني؟ بقول له طب مين درسك هيك؟ بقول لي كل عمرنا دارسين هيك. شو نورمال يعني؟ نورم يعني قانون. نورمال تتبع القانون. برا برات القانون.
معناتها انت فيك تكوني نورمال بلبنان وانا ما برا والعكس والعكس انا مش او نورمال بمنطقه او بختلف بمنطقه ثانيه. اذا انا هلا كشاب لبناني رحت على تيبت وقالوا لي رح تتجوز هاي وهي رح تتجوز عليك حشره بقتلها ما بتركب براسي. بتكون انورمال بالنسبه لي. انت انورمال بتقلي انت الانورمال. ايه صح. فهمت كيف؟ هونيك النورمال انت تتجوز بولي اندريك مارياج. مزبوط. طيب دكتور خلينا نبلش بموضوع حلقتنا. اكيد. شو يعني شخصية هستيرية؟ شو يعني استيري قبل الشخصية؟ ايه شو يعني استيري؟ شوفي اذا بتفوتي على عمق الكلمة وتحلليها بيطلع معك استيرو مش استيري. مزبوط. استيرو يعني رحم. صحيح. استيروتومي استئصال رحم. مزبوط. معناتها شو طب اذا ليش استيرو رحم وليش استيري شو هي وليش في استيريك رجال ورجال عنده رحم ما عنده شو القصه هيدي؟ معناتها من قديم كانت المراه اليوم بطلت هيك. كانت المراه بما انه عندك رحم يعني انت بتشبهي لها الرحم هو مخبى وانت مخبيه. خبوها لبسوها وخبوها. بتحضري الافلام القديمه؟ طبعا. كيف كانوا؟ باب الحاره بتحضري؟ ما كنت تسترجي تطلع من الباب؟ مقفول عليها دايما رجال هو بيروح وبيجي ما في مشكلة ما بتشوفي غير رجال بالطرقات. انا بحب احضرهم بس ما بحب عيشهم. بس هيك كانوا عايشين من زمان. وكونك انت مرة فاذا انت بتحبلي وانت بتضلك بالبيت وانت بتطعمي وانت بتكبري وانت خليكي جوا اكتر من هيك كبت بعد فيه. يعني السيارة كمان ممنوع تسوق كله ممنوع. اوكي. فاذا انكبتت فاذا اوكي فأخذوا كلمة استري من رحم المرأة كونها مكبوتة. يعني كانت المرأة بس تصنف هيك. ايه هيك كانت من زمان. أوكي. قبل كانوا يفكروا انه بس المرأة ممكن تكون استريك. ليه؟ لانه على كتر الكبت شو في اخر شيء؟ انفجار. الكبت يولد الانفجار. المكبوت لا يموت. بما انه كل هالخبرية هاي شو الانفجار؟ شو يعني انفجار؟ يعني بتنفجر يعني بتعمل حركات زيادة عن زوم بس تثبت انه انا موجودة لانه انا مكبوتة. هيدي الاستيري. بلش التحليل يركب بالراس. هيني كثير فأزن صار. شفت الشرح بس يكون بهالبساطة. بس مين قال انه الرجل ما فيه يكون كمان مكبوت ويكون هو استريك؟ ها هون الموضوع. اكيد ايه. اكيد ايه في كثير رجال مكبوتين. ليه؟ لانه بالتربية نحن عنا هلا اي رجال بيطلع له كل شيء وبيعمل بده اياه. مزبوط. بس قديش في كبت على بالتربية قديش في اهل بيكبتوا اولادهم قديش في اهل بيرعبوا اولادهم وبيرهبون وبيخوفون وهيدي ممنوعه واسترجع عملها واذا عملها بده شو بصير. ما هذا كله كمان كبت. فاذا الاستريك هي كنايه عن كبت. كبت قوي كثير ينفجر. ينفجر بمرحله ما بحياته. وهالانفجار بيتم بحركات اوفر بلبس اوفر بحركه مفرطه زياده. أوكي. عن زوم بحركات جنسيه واغرائيه زياده تيقول انا هون. هيك بتصنفوا الشخصيه الهستيريه بشكل عام. ايه. اوكي. يعني هلا صار فينا نقول لانه هيدا الشخص مكبوت صار عنده حركات فائضة يعني بس كثير قوية بالأكون صار أنا هون لأنه هو مش هون من جوا بيكون شخصية استرية. صحيح. شو مسبباتها يعني بس الكبت بس؟ ايه بس 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 لكن أخطر أخطر شيء بيعمله إنسان مع أولاده هو أنه يكبتهم. كبت من أي ناحية يعني قصدك؟ حيالة ناحية. يوم الولد من المفروض يتعود أنه مش لأنه هو صغير بيستقوى عليه. صح. طب هالصغير بكره بيكبر وبيستقوي عليك شو بتعمل انت بيه؟ تضربه وهو عمره سنه واثنين وخمسه وعشره بال 15 بيضربك. شو رايك بقى؟ ما بيجوز هيك. نحن ما بيجوز نستقوي على الولد لانه صغير. عيب فعلا عيب. نحن بدنا نقعد مع الابن السنه والسنتين والثلاثه والخمسه كاني قاعد معك. اوكي. مش انا لانه هيدا فيي اضربه فاذا هلا بعمل فيه بدي اياه بعد 10 سنين بيضربني. طيب خبرني شوي عن الشخصيه الهستيريه عند الرجل وعند المراه شو عوارضها؟ عوارضها نحن بس نقول عوارض يعني شو طلع من خلالها. طبعا فأذن طلع من خلالها مثل ما نحن قلنا انه بده يبين شيء اوفر. أوكي. يعني بده يبين شيء انه بالحركات مثلا انا هلا عم بحكي معك عم بشرح لك هلا صحيح انا عم بشرح بايدي. ايه مزبوط. انا قطع معي انه بيعمل حركات كثير بايديه او بجسمه. صحيح. وخاصة عند الشباب اللي بيلقطوا كثير جرافات زيادة شوي اللي مثلا الاعضاء التناسلية بلش اوفر. لاحظتي؟ ايه. بس انه لحديد الايدين مش غلط اني اشرح بايدي لانه انا بكتب بايدي. ايه.
طب ما انا شو يعني بس انا اذا عم بحكيك هلا وعملت بشعراتي بكون كمان مش بالضروره اذا انت هلا انت هذا شوي تغنج مش يعني استري يعني ما بدنا نكون من علماء النفس من نوع علماء النفس اللي كل ما قال احد باه بيقول له مجنون ما بدنا نزيدها يعني مش كل شيء يعني شيء يعني بالحقيقه ما بيجوز هالقد يعني اوفرها طيب. يمكن واحد حك راسه عمل هيك بنقول عنه استري طيب حب الحال الظهور هيدا القناع اللي سمعنا عنه تعدد الشخصيات يلي بيقدر يلعبها الشخص الهستيري هو كلهم عوارض مزبوطة عنده؟ هلا انتبه الفنان دايما عنده شيء مكبوت بده يقوله يعني بقوله اوقات بالفن يعني مش معقول يعني ما بيقدر واحد يوصل على الفن هيك لانه فرطوا لك سلاكي لجني يعني انت وقت مجروحة من جوا بيطلع فعلا جني صحيح. مين قال انه الفنان ما عنده جني بالعكس هن عندهم جني بس اوقات ما بتتقبليهم بس يحكوا معك بتحسي بشويه هستيريا طالعه معه انا عملت اثنين اليميناسيون الكبت والتمثيل هو اثنين ما خصني بالتمثيل ما خصك شيء بالكبت زمطنا من اول تاست اكيد زمطت فاذا ما بدنا انا شوف يمكن ما اضبط من هودي لا زمطت من كل شيء انا بعطيك من هلا التستشوف لا اكيد لا بس انه الحركه الايد نحن عم نشرح لانه نحن بنكتب اوكي عم تكتبي شو بتكتبي عاده مش افكاري مزبوط. فاذا انت صرت تعودتي انه الايد هي الحكي والايد هي الفكره والايد هي ايه بس كمان انا عم فكر انه اذا بدهم ياخذوا على انه انت حركات ايديك ما انتوا كمان مش لازم تكون لا لا ماليش عم اقول لك ممنوع هيك مثل السطله كمان ممنوع ياخذوا اذا حركت ايدي الاستريك كان هالقد يعني هو استريك ساعتها اوكي خليني نفوت بديتايات اكثر يعني اوكي قلنا ردات الفعل يعني التصرفات شوي الاوفر اوكي بكل الجسم بالحكي بالحكي ممكن يكون في كثير مانيير زياده عن زوم لحتى يقول لك انه انا عم بقول شيء انتبهي لي يعني عاده اللي عنده اللي معبى من جوا كثير ما بيعوز بقى افراط بشيء لحتى يقول لك انا هون او افراط بالالوان بالثياب او افراط باللبس بشكل انه شيء ما حدا لابس منه او بس يقول لك انتبهي انا موجود لانه انا عامل شيء غيري مش عامله فانتبهي لي او بلبس بطريقه ما حدا بيلبس هيك لحتى الفت الانظار يعني أوكي. عاده اذا بتاخدي الطبلة ايه بتطبل بس هي فاضية من جوا بس شي بيعبيها سفنج وقطن ومثل ما بديك طبلي عليها ما بتطبل مزبوط. الانسان مثلها يعني كل ما معبى من جوا بوطل طبل حلوة بدي يكون فاضي يعني ايه طيب طبل بدي يكون فاضي يعني عادة بس ننتلي خلص نحنا بنصير مؤمنين بذاتنا مرتاحين ما في داعي انا زعوي توصل يعني لازم نشتغل على ان نعبي نعبي الطبلة طب بطل طبي بس تبطل طبي معناتها نحن امتلينا يعني هلا بس عم تحكي عجبوك يا ايه انت عم تحكي دكتور عم بنتبه قديش اوقات نحن بنكون هايبر هذا الهايبر بيدل على انه نحن شخصيه استريه لا هلا نحن اوقات ما نكون شوي هايبر ايه؟ الايبر اكتيفيتي مش يعني استريك ايه؟ يعني في عندنا تلميذ مدارس ايبر اكتيف كذا هذا بيكون نقص بالاوميجا بالدماغ يعني يعوض بسهوله وبيبطل هيك الصبي ونحن عملنا كثير يعني انا قاعد قدامك وهيك حركاتي وكلني هايبر وعم جاوبك على اسئله عم تسالها وكذا وعم بتضحك وانه انا بعرف هولك شو هلا هي صحه منيحه الايبر انت عم تقولي عن حالك هايبر انا ماني شايفك لا هيك انا يعني. مش هايبر عم بقول اذا شخص هيك قاعد مقابلك بتقول عنه هايبر او شخصيه هستيريه تقول عنه شخصيه هستيريه بده يكون فعلا عم يعني عم بيعمل حركات فعلا اوفر بس يبين انه هو موجود او لابس تياب غريبين عجيبين بس يقول انا موجود او عم بيتحرك بطريقه عاده انسان ما بهمه يتحرك بهالطريقه او بيعمل لك هيك وهيك طيب. شوفوني حديت هلا حديت هلا لكل العوارض اللي قلت لي عنها عن الشخصيه الهستيريه ان كانت رجل او مراه مع انه هي بتشبه المراه اكثر كانت يعني تشبه المراه اكثر اليوم لا يعني بحس المراه هي بتحب تبين اكثر من الرجال اليوم لا اليوم عم تطلع مثلها من الاول يعني وعندها حقوقه هي ذاتها ما حسيت انه هالشخصيه هيدي بعوارضها بتزعج غيرها ايه ما هي ما بالحقيقه ما بتزعج غيرها ايه ما بتزعج غيرها لا لا يعني لا شو خص حد الحكيم فيي اذا انا عندي شخصيه هستيرية وما نزعج حدا تزعج اللي بيعيش معها يعني هي ما بتزعج غيرها كناس ما بهيدا بس اللي بيعيش معها انت شوي صعب واحد يعيش مع حدا كان مكبوت كتير شوي صعبه هلا يمكن يمشي الحال ليك اذا اللي بحبها كوني اكيد انه هو اللي بيكون الوسيله تاهي ترتاح بعدين بس اذا بده يكون اناني بالتعامل معه وما بهمه الا حاله بيحس حاله مزعوج منه اوكي ايه ليه فاقد الشيء لا يعطيه صحيح انا اليوم اذا انا بحبك من المفروض حتى حسب الديفينيسيون الالهيه يعني انه حبك اكثر ما بحب حالي
هو قال لك ما بحبك خلص طه ما بده قد حالي ايه انه ما بحس حالي بحب حدا ايه هالقد اوفر يعني طب قد حالي انا حالي اهم شيء حالي اهم شيء شو رايك تحبي حدا شاب قد ما بتحبي حالك تزبط قد 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 حالي ايه كمان اقل شوي اقل شوي فاذا ما في حب معناتها ما في حب بهالدنيا لاحظتي كيف فاذا لغينا الحب لا قد حالك بتضل تزبط شوي لا اكيد بلا قد حالك ما بدي اكثر يعني اللي بتتمني له اياه بتتمني له حال ايه طبعا هون وقت نوصل لهالمحبه بيصير هالانسان انه فعلا لو عايش مع وحده مع بنت او هي العكس او هي عايشت مع حدا استريك شوي بده يبين بده يظهر كيف اذا حبته لا انا برايي بتصير يعني مع الوقت بيرتاح معه وبيمشي الحال وهي بترتاح معه وبيمشي الحال ليه لانه بيفتح مجال للتاني انه يفضفض ما كل شيء انت بتفضفضيه بيروح مزبوط. بس التكبتيه هو اللي ما بيروح يعني نحن بالطب النفسي بنقول نستطيع ان نكبت ما حدا قال لا بس لا نستطيع ان نلغي ايه مزبوط هون المشكل بس كلنا فينا نكبت صحيح بيعلقوا بالعقل الباطن وين بتلغيه وما بتلغيه ليه اذا دخلت على قصر انت حلو كتير كتير حلو شمي ريحه منا حلوه تعب بقى ليش هالريحه منا حلوه القصر بيسطل عملي تحقيق بيطلع صاحب القصر كل ما طلع عنه كيس كيس ما له طعمه كبوا بهالابو لاهل الابو هو العقل الباطن وكبوا كبوا 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 مقفل ما مبين شيء بس الريحه مش حلوه كل اللي انكبت بالعقل الباطن طلع على العقل الواعي وسيطر على سلوكك اللي انت بتعتبريه واعي بس الطب النفسي ما بيعتبره واعي فاذا الشخصيه الهستيريه هي مكتسبه مش اني يعني مش بتخلق معي طبعا اوكي طبعا اكيد اوكي من خلال التربيه يعني أكيد. وخلال المجتمع اللي حواليه كل التروب اللي بيتعرض له الانسان هن مكتسبين اوكي خليني احكي شغله طالما قلت تروب شو الفرق بين انه انا يكون عندي تروب وبين مرض كبير الفرق كبير كثير الفرق او بين تري تروب ومرض لا لا بلا تري تروب ومرض ايه تروب يعني اضطراب نفسي لا يفقدك الاتصال بالواقع اوكي اضطراب نفسي لا يفقدك اوكي ما كين كوز جامي ان بير دو كونتاكت توتال افيك لو ريال اوكي بينما المرضي المرض لا هو مرض نفسي يفقدك الاتصال الكامل مع الواقع الكوز لا بير توتال دو كونتاكت افيك لو ريال وهذا الفرق كبير يعني انا لازم الشخص ينتبه يكون عنده تروبل بس ما يكون عنده مرضي اي باذن هلا الشغله مش بايده المشكل انه لانه المرضي ياما اوقات بتكون وراثيه هون المشكل كمان هلا تروب لاوقات بيكون في بريديسبونيبيتي استعداد نوعا ما لحتى الجهاز العصبي يضطرب هلا ما معنى اضطرب الجهاز العصبي الجهاز العصبي هو يفرز نواقل عصبيه نعم وقت اللي بيفرز لك نواقل عصبيه نيورو ترانسميتر وين بده يزتها وين بدماغ فتؤثر على كل افكارك على هال 100 مليار فكره موجوده بدماغ اللي هن خلايا فاذا هون شو عمل فيك هالنواقل العصبيه من المفروض تكون متوازنه أوكي. اختلت اختلالها نتيجته شو هي نتيجته هالاضطراب هذا القوي اللي اوقات بيسبب اكثر من هيك اوقات بيسبب اوبسيسيون يعني وسواس قهري وكذا بسموه تروب اوبسيسيونيل كومبولسيف يعني في عده يعني في عده اوبسيسيون يعني اوبسيسيون لشيء معين اوبسيسيون لشيء بس كله اوبسيسيون بس كله اوبسيسيون صحيح اوكي اوقات بتلاقي جوزك مثلا رجع على البيت 50 مره تيتاكد اذا قفل الباب اوكي خي مره قفلته فهمنا اوكي اذا رجعت تتاكد ثاني مره بتقطع بس 50 خلينا نتوقف دكتور فادي مع فاصل صغير من بعده بنرجع حتى نكمل حلقتنا اوكي عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجال الصحي مع ضيفنا دكتور فادي اليوزجي برجع برحب فيك من جديد حضرتك اختصاصي في علم النفس العيادي اهلا وسهلا فيك من جديد دكتور فادي موضوع حلقتنا هو الشخصيه الهستيريه حكينا شو هي حكينا عوارضها ومسبباتها وحكينا انه الكبت هو من اهم المسببات لها الشخصيه الهستيريه طيب ظروف الحياه يعني اوقات انت بتخلق ما عندك هالبروبلم انت لانه بتكتسب انه يكون عندك هالشخصيه الهستيريه من وراء تربيه اهلك لك او مجتمعك او حيالله مين كان الشخص
الشخص اللي عم بيربيك او عم ترافقه بمرحله نموك. اوقات مشاكل الحياه او الصدمات بالحياه او الاحداث اللي بتصير معك مش هي بتخليك توصل لمرحله كمان يكون عندك شخصيه هستيريه او لا، بس هي الكبت. ما هو الصدمات تعمل كبت كمان، لانه ليش نحن بدول عربيه عاده بس نصدم ما بنحلها. نحن هون بدولنا اوروبا لا، غير شيء. اوروبا اذا واحد تخانق مع ابنه خناقه تافهه بيروح عند طبيب نفسي. ايه هون بيقولوا بيتهموك بيتركوها نقطة عليك تبع 20 سنه شرعوك إيه علي إنه رحت انت انت رحت فاذا انت مجنون. اذا انا رحت استشرت بكون مجنون. اذا رحت على موجه عائلي ايه انه انا اذا عم بشتغل لاني انا حسن حياتي انه ما استسلم للواقع اللي انا فيه مثلا. شو الثقافه اللي عنا اياها بلبنان؟ منين جاي ما عم بفهم منين جايبينا؟ طيب مع انه نحن 6000 سنه حضاره، ان نحن المفروض تكون سابقين امريكا واوروبا وكلهم. ليش امريكا شو عمرها كلها على بعضها؟ 400 500 سنه وكانت كلها هنود سود وقتلون تحت تحتلون، يعني هيدي هي الحضاره. نحن اللي عنا الحضاره ما عم بفهم ليش هن سابقيننا. المفروض نحن نسبقهم، نحن نولد لهم. بالوقت العلم النفس ما خلق كمان للاسف ولا بدوله عربيه. صحيح. ولا حتى بامريكا. ولا حتى بكل اوروبا، خلق بس بالمانيا بعدين انتشر. يعني المشكل انه ما عم توصلنا هاي الحضاره، ما عم بفهم ليه. مش كل واحد راح عند على كل حال بالعلم النفسي في مليون اختصاص. مش كلهم اطباء نفسيين ولا كلهم معالجين نفسيين، لا، في منهم كونسلر، في منهم استشاريين. طب اذا انا رحت عند مستشار قانوني بكون مجنون؟ طب اذا رحت عند مستشار نفسي ليش بكون مجنون؟ صحيح. ما هيدا مستشار هذا مستشار، هيدا بدلني هون وهذا بدلني هوني. او اذا رحت تعالج زلعيمه مثلا، اذا عندي التهاب ممنوع اعالج مثلا اذا انا عندي فوبيا مثلا، ليش بدي اترك هيدي؟ ليه ضرسي اذا ورم بتقوم الدنيا وعقلي اذا ورم معلي؟ لانه في اشياء عندنا بلبنان حاطين لك، يعني لانه في انظمه حاطين لك اياها كانه صار لبسيكياتر حاله، يعني شيء مش طبيعي. وعيب هالكلام، والله معيب هالكلام عن جد. طيب. كثير معيب. فاذا قلنا انه فيها تكون كمان احداث ممكن تسبب لك كبت، وهالكبت هو بيسبب هالحال الشخصيه الهستيريه. اكيد. كيف بيتم تشخيصها؟ يعني اليوم اكس اجى لعندك دكتور، كيف بتشخص له هالحال الشخصيه الهستيريه؟ قبل كل شيء بالحقيقه ما اظلم حدا، لان اوقات بالحقيقه حتى بالقانون اوقات تظلمي وبتفوتي بدعاوى وبيرجع بيطلع بريء. مزبوط. يا ما صارت هالحالات، اوقات بيعدموه بيرجع بعد 20 سنه تظهر براءته بيكون مات. قولوا يا ريت. شو ليك في ناس عم تقول بلا ما نعدهم لحتى بركي بين براءته يكون عنده بعده عايش، بس بيكون حبسته 20 سنه وراح عمره وكذا. يعني يا ما هالامور بتصير. كمان بالطب اوقات يظلم انسان مثل بالقانون، مثل بالمحاكم، مثل وين ما كان يظلم. اوقات تروح عند طبيب بيشخص لك شغله معينه بظهرك، بتروح عند الثاني بيقول لك لا مش هيك هيك. مزبوط. فكمان تنظلمي لو مشيتي فيها، يعني وين ما كان انسان معرض انه ينظلم ببعض الاوقات. لحتى ما نظلم نحن دائما ناخذ اكثر شيء اكثر معلومات ممكنه عن ماضيه قبل ما نبلش نزتها كيف ما كان. لانه مش دائما التست بيعطيك كل شيء انت بدك اياه بالحقيقه. يعني ليش؟ لانه في تستات مثلا نو ستركتوري، ما عندهم هيكليه محددة. وقد بالصدفة واحد ينتبه لشغلة يمكن نحن منحللها انه انتبه على شغلة معناتها فيها شغلة. مثلا انا بفضل بالبداية نقعد معه نعمل له جلسة نحكي نحن وياه عم اهل، نستعرض ماضيه منه من اهله من بيئته من كذا، يعني قبل ما نكون فكرة هيلة عنه قبل ما نفوت بقصة الموضوع هيدا، لحتى ما يصير فيه او تنبعد قد ما فينا إمكانية إنه ينظلم. أوكي. فإذن ديالوج. يعني. إيه. وينعرف الماضي تبعه. أوكي. شو عاش. إستوار تبعه. إيه. ونأخذ من أكونسان قد ما فينا، مش هيك مسميها ميثود كاترتيك، يعني تطهيرية. يعني نسحب من العقل الباطن يعني كلمة. يعني أنت عم بتسأل الشخص خبرني عنك، بتصير أنت تأخذ أشياء إيه منه. قد وحتى من أهله فينا نأخذ. أو حتى ممكن من جيرانه نقدر يعني فينا نأخذ كتير معلومات، بس أكيد هو المرجع الاساسي. أوكي. ما فينا نجي نتكل على جار ويكون بيكره ويقول لك شرح بالطريق ومش يكون كذب. مش القصه مش مفروض تكون بهالتسرع، مش مفروض تكون بهالبساطه وهالسهوله. القصه مفروض تكون بتروي. التروي كثير مهم. في اوقات ناس تندفع بسرعه، مثلا اوقات قاضي بيستعجل او بحكمه وبيظلم. لا، عطي القصه وقتها. مزبوط. مش هالقد لازم تكون سريعه. اوقات حكيم بيستعجل او يعني اوكي. فاذا بتاخذ الاستوار بتحل الاستوار عمهل اوكي. من بعد ما تاخذ الاستوار يعني سوق سياره عمهلي لو عملت اتخن حادث بينكسر ضو. بس هالقد سهل انك تشخص مثلا حاله هستيريه؟ مشان هيك عم بقول انا المفروض نكون
عم نعطي وقتنا، المفروض تكون بطيئين نوعا ما، مش مفروض نزت الاحكام بسرعه، لانه الاحكام اوقات تاتي ظالمه، وهالظلم هذا ينعكس على هذا الانسان مدى حياته. يعني وقت بيكون في بين ايديك انسان غير ما يكون في بين ايديك رفرف سياره، مزبوط، هيداك بيتجلس غلط ترجع بتجلسيه بعدين. انسان اون فوا عطيتي عليه حكم ظالم عطبتي روحتيه، مزبوط، حتى لو بعدين اعطيتيه كسرتيه هلكتيه، ما بقي منه شيء لهالانسان، راح الانسان. وبكون في بين ايدينا انسان، المفروض يكون في بين ايدينا نعمه الله قد ما فينا، لحتى نكون عن جد عم نتروى قبل ما لا سمح الله نعطي اي حكم ظالم. اي متى بتتعالج الشخصيه الاسريه؟ على طول بدها علاج؟ إيه، ما انت كل شيء بس تروحي، يعني بس تروحي عند معالجك النفسي او طبيب النفسي او كذا بده يقول لك يا تروبل يا مالادي. عظيم، بس هيدا تروبل. طب اذا تروبل بده علاج؟ ايه طبعا. كمان بده أكيد علاج؟ ايه اكيد ايه. بينما العلاج شو؟ يعني انت اليوم اذا قدامك شغلتين، سبب كوز وإفة، منطقيا اذا عطبت الإفة الكوز بعدها موجوده. اوكي، يعني الكوز بالعقل الباطن. فاذا انا عالجت الكوز، لو ما عالجت الإفة بتروح لوحدها. طبعا، لانه عالجت السبب. فاذا خلينا نفوت بالسبب، اوكي، شو بدي بهالإفة؟ انا بدي اقعد اشتغل على إفة الاستريك تبع الانسان، والكوز بقى الموتور بعده عم يتحرك، بنهي بنسى هون وبعالج هون، بقى بشتغل على الموتور انا. بركز عليه، هالكوز موجودة، هاي القصة. يعني عندك بناية وهزيت ارضية، اوكي، طيب انا الكوز هي الهزة الارضية، فاذا بدي اشتغل شو على كعب البناية مزبوط بشكل انها تتحرك مع الهزة الارضية، صحيح؟ عظيم. فاذا هالكوز هي الهزة، فاذا بدي اشتغل على الهزة وعلى كل شيء ملزق بها الهزة، مش على عاشر طابق بالبنايه. شو بدي فيه؟ هو عم يتحرك لانه هي عم تتحرك او عم يوقع، لانه شو اذا قويته بطلت توقع، بدي اشتغل على تحت. العقل الباطن كثير مهم ينشغل عليه، كثير مهم نضل نشتغل على انكونسيون، هيدي شغله كثير مهمه. فوقت بشتغل على العقل الباطن انا تلقائيا وبنطفه حتلقائيا تنلغى هيديك، انا ما عاد بركز، ما عاد بدوخه فيها، هي رح تروح لوحدها. صحيح، ما بيجي بقول له ما تعمل هيك، بدي اشتغل على الكوز. صحيح، الإفة هو لحاله بينضف منها مع الوقت وهي لحالها بتطلع. مزبوط انه الشخصية الهستيرية ما بتنجح بالزواج؟ شوفي، بالزواج عندما ندخل الى هالقفص هيدا ندخل معنا كل ما سجل لعقلنا الباطن من اول يوم لنهار العرس. اوكي، طب دخل معك كتير اخبار لهالسبب هيدا، بدهم يكونوا اثنين كتير حابين بعضهم تيحملوا بعضهم، لانه مين قال انه انا دخلت معي كل هالزيول وانت ما دخلتي معك شيء؟ طبعا، والعكس مستحيل ما حدا يدخل معه شيء بالحياه، فأذن طبيعي او مش طبيعي او مدري، كلنا دخلنا لانه انا تجوزت عمري 30 سنه مثلا وانت تجوزت عمرك 20. طب ما نحن في 50 سنه قاعدين هلا جوا هون، اذا بنحب بعض بصير تتقبل. ايه، بس هن مصنفين، يعني حاطين انه الشخصية الهستيرية لا تنجح يعني بالزواج، يعني لا تنجح بالزواج بشكل عام، انه صعب. يعني برجع بقلك الا اذا حابين بعضهم بيحملوا بعضهم بصيروا، حاطين انه هالشخصية كمان هستيرية بتعمل كتير اشي، يعني بتجرب تبين حالها كتير. إيه؟ بالعزيم بتتعب حالها. إيه؟ بس تقول انا موجودة. يعني هي لانه بنجوا بهالانكونسيوم، رجع على كلمة استيرو رحم وكذا، بس برجع بقول في ناس استريكا رجال وما في اكتر منهم، مش عم بقول لا، يعني بس التسمية نوما كلاتور ما بارلا خلقت من هون. اكيد بدها ترجع تقلك انا هون مثلا صبي، شو بدنا بالبنات؟ اكل قتل من بيو لنفرخ، منيح عظيم، هذا كيف بده يكبر؟ طب ما اكل قتل من بيو معناتها مكسورة صورته، محت صورته، راحت صورته، ما عاد في له صورة، عم ينضرب قدام مين؟ قدام يمكن اصحابه، قدام اهله، قدام الجيران، صورته راحت. طب هيدا بس يكبر كيف بده يقلك انا هون؟ ما هو من جوا منه هون، تيقلك انا هون بده يعمل شو ما كان، تيقلك انا هون بده يتصرف بحياته بطريقه، تيقلك انا هون. يعني هي شخصية متسلطة تعتبر؟ شخصية الهستيرية؟ هلا التسلط، بتحب التسلط، يعني بتحب انه تكون انا الليدر.
شوفي التسلط بيخلق من شيء اسمه مخبى امبويسانس جوا. يعني وقت بتخبي بالعقل الباطن امبويسانس بتتخبي بسوبر بويسانس. اوكي. يعني بتظهري بسوبر بويسانس بور ماسكي لامبويسانس. تتخفي بهالمظهر السوبر بويسان امبويسانس انت عندك اياها داخليه. اذا بتعملي تحليل للزعماء المجرمين عندهم امبويسانس كلهم هيك من جوا. طيب اليوم العلاجات بتبقى سهله، عشو بتشتغلوا بالعلاجات؟ يعني اليوم في عندي شخصيه عندها تروبل او عندها مالادي، بيختلف طريقه العلاج يعني؟ اه بتختلف. مالادي بتفوتي بالادويه مجبوره. اه اوكي. مجبوره لانه بتصير تظبطي الخلايا وعملها والسينابس والتواصل الافكار وربط، يعني عمليه منا بهالبساطه. طب بتوصل لحاله مرضيه بتصير حاله مش مقبوله، يعني بقى خلص صارت بتزعج وقت اللي بتقولي مرض. فتي بال في صام شخصية. ايه مرض مش تروبل. ايه مرض. المرض الهستيري. لا ما في مرض هستيري. شوفي. الهستيري هي تروبل دايما. اوكي. ما في مرض. ما بتوصل انها. لا لا لا, 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 لا. اوكي. المرض يعني بسيكوز. اوكي. يعني زوهان. مش نيرفوز. ابدا. أوكي. يعني سايكوزز بالانجليزي. يعني بسيكوز بالفرنسي. زوهان ذهن بالعربي. اوكي. فتي بخانة تانية اسمها انفصام شخصية. اوكي. ميغالوماني جنون عظمي. أوكي. عم تحكي عنه بس هذا جنون. بارانويا هي شيء كمان مرضي. مثلهم. مثلهم. ايه بارانويا لا سمح الله بيجي بيقول لك انت نمتي مع ابنك. شك يعني. بس مش شك طبيعي. هلا في يحبك وغار عليك من الجار. يا اخي سافا بس بصير غار عليك من بيك ومن ابنك. شو القصه بقى؟ ما بفهم بقى عليك يعني. بطلنا نفهم. اوكي. لاحظتي كيف؟ فاذا هون فتي بالبارانويا يعني ظهرتي من الاتصال بأرضية الواقع. هذا اللي كنت عم تقول، يعني طالما انا بعد عندي اتصال خلص في بعدها تروب. بعدك تروب بس افقد الاتصال صارت مالادي. وعندك بسيكوز مانياكو ديبريسيف. اي صحيح. خطرة كتير لانه اوقات بتلاقيه هيك اوفر بكل شيء ومبسوط زيادة وفرحان زيادة. لحظة يعني قصدك عن الباي بولر. هيدا هو. اوكي. هلا بسموه باي بولر لانه بيربط الديبرسيون والديبرسيون. القطب العالي والقطب الواطي. بسموه. وبلحظة بتصير تنقل بين اثنين. صحيح. يعني. هيدي خطرة كمان هيدي يعني. هون فتي ب ديفينيشن واضحة اللي هي بيرت توتال دو كونتاكت افيك لو ريال، الفقدان الكامل للاتصال بالواقع. يعني قديش دقيق واحد يعطيك يعني انت عندك تروب لو انت عندك مالادي؟ اكيد هيدي ليش عم اقول لك، كثير بده يكون الانسان متأني في بين ايديك بشري. مش للعب معه يعني. يعني بدك تعتبري اللي قدامك خيك واختك وبيك وامك واولادك وكلهم هو بدك تعتبريهم قدامك. يعني ينظر المعالج النفسي او طبيب النفسي للانسان كاي قاض لازم يتحلى كثير بالروح. اذا كان قابض او مش قابض كثير بده يكون. اي هون كلهم وقت بدنا نفوت، لانه هون اذا قابض تعمل الشخص تخرب الدنيا ساعتها. يمكن تعملوا سكيزوفرين، تعملوا مع انه ملادي تانية وين ما كان. طيب عندي سؤال دكتور قبل ما انتقل لاخر فقره، هل ممكن لما اشوف هالشخصيه الاستريك ممكن يكون تجمع شخصيه تانية يعني او تروبل تانية؟ يعني مثلا انا شخصية استريك بس ما كمان عندي شيء اوبسيسيونال مثلا. انتبهي. او مثلا انا شخصية استريك بس عندي شيء تاني. مش هي اللي بتجمع. وشو؟ لا هي بالحقيقة كل شيء بيعمل شيء. اوقات نحن بيكون صار معنا بحياتنا كذا شغلة فبتعمل كذا شغلة. اوكي. بعطي مثل لحتى هون. طب ما في حدا بس دكتور بالحياة ما عنده شيء تروبل؟ مستحيل. ما في حدا ظامين. ايه ما في حدا ما عنده تروب. لا لحتى نحن مش ظامتين. انه كل انسان بقول له حتى البسيكياتر والبسيكولوج عنده تروب. مين قال؟ لانه هن مش انسان، مش بيتفاعل، مش بينصدم بحياته، مش بيتاثر بامور، مش بيصير عنده احداث. طبعا. يعني ما في حدا مش مارق معه بروبلم ترك اثر سلبي بحياته. ما حدا حتى اكثر من هيك بروح معك. ويمكن مش غيري ما يقول لك اياها. عادة بننقي اختصاصنا ايا يكن هذا الاختصاص. من فعل شيء. صح. يعني مثلا طبيب قلب بتلاقي عنده يمكن كذا حالة قلب بالعيلة، ماتوا بالقلب او قريبينه او اصحابه او ناس بحبهم او كذا. لحاله اكيد بحب الطب، مش عم بقول لا، بس لحاله قال بدي قلب. لانه من جوا حابب ينقذ. وانتو البسيكولوج. نحن اوقات كتير نحن شغل مشغلتين، يا اما صايرة معنا كتير اشياء فاضطرينا. ايه بصراحة لو كذب فاضطرينا انه لا بدنا نعمل اختصاص لانه نحن تنفهم حالنا اكتر. او
صاير قدامنا اشياء كثيره بحياتنا كمان خلتكم تاخذوا خلتنا نقول لا فاذا هيك لحتى نساعد وندافع عن غيرنا. هلا يا هي يا هي ما بعرف انا ايه خلينا ننتقل لاخر خلينا ننتقل لاخر فقره اللي هي طبب نفسك والنصائح اللي نعطيها للمشاهدين حول موضوع حلقتنا. هذا هي الموضوع كان لازم نعمله حلقتين لانه بيحمل انا قد ما دكتور فادي شو نصايح نعطيها للمشاهدين حول موضوع الشخصيه الاستيريه ان كانت عند الرجل او كانت عند المراه؟ اهم شيء اهم نصيحه في اعطيوني اياها درهم وقايه خير من انتار عليش. جربوا انتو انه نحن خلص نحن خلص توليد ولادنا طيب ايه انه على القليله اذا نحن توليد فهمتها وفينا نتعالج مع بقول لا بليز بس نجيب ولاد دخيلكم بلشوا تعاملوا معهم مش بجهل بمعنى في يكون انا دكتور بالمات والفيزيك والشيمي والبيولوجي بس ما بعرف في تكون دكتور بالهندسه بس ما بعرف ربي ولادي ما عليه نتواضع شوي منروح عند طبيب نفسي معالج نفسي موجه عائلي مواجه جنسي اللي بدك نقل انت بتامن فيه روح لعنده مثل ما بتنقي المحامي مع انه في مليار محامي مصر. بالبلد نقي وروح لعنده تعلم منه كيفية التعامل مع الطفل من هو عمره دقيقة وما قبل دقيقة وهو بطن امه كله هيدي العلاقات تتسجل بالباطن تا نربي ولد بين هلنين قد ما فينا سليم قد ما بنقدر مش 100% 80% بس ما تكون 10% ونحن نصيحتي للمشاهدين اي شيء بنحس فيه نروح ما نستحي ليش ما بستحي اذا درسي بريم او ابعته او وقع او في حدا بيقدر يعرف حاله انه هو شخصيه استريه ايه رح لك ليه لانه بالاضطراب انت بتعرفي حالك انه عندك اضطراب بس ما بتعرفي ليه ما بتعرفي الاسباب ما بتعرفي تعالجي ما بتعرفي تصحي ليش لانه ما في بيرتو كونتاكت افيك لو ريال ايه مزبوط المرضي هون مشكار اوكي بتقولي مجنون انت المجنون بيحكي مع ناس مش موجودين بيشوف اشخاص منا بيسمع اصوات منا هون بيعتبر انه انت ليش ما عم تسمعي معناتها انت خوته ما عم تسمعي يعني هون الاخطار هون بده دواء بينما هونيك لا بيعرف بس ما بيعرف ليه ما بيعرف مصبوط. اوكي نحن بنخليه يعرف ليه لو فرد بلش يعرف بيقول لك يمكن لانه صاير معي هيك بحياتي او لانه ما بعرف الفوز المضبوط ايه بنساعده يعني. بالعلاج بالتحليل بالكذا حتى تطلع حلو كثير موضوعنا دكتور فادي على امل يكونوا عرفوا الناس شو يعني الشخصيه الهستيريه ما بقى نالفها نحن على ذوقنا ويا ريت انا بدي هيك اعطي نصيحه لكل الاطباء المتخصصين ان كانوا بسيكياتر او كانوا معالجين نفسيين ما يعطوا هيك حكم سريع على أبداً. اي شخص انه هو عنده شخصيه هستيريه او شخصيه اوبسيسيونال او شخصيه مرضيه او ما بعرف شو بدون ما حقيقة يعرفوا واقع هيدا الشخص ويعيشوا مثل ما حضرتك قلت حياته يعني اسئلة كتير يعرفوا الاستوار تبع الفي تبعه طبعا كيف طبعا. عيش كيف عم يتصرف كان بحياته الاسباب اللي خلوته يوصل لهون ساعتهم بيحق لنا من بعد دستات كتير نعطي هيدا طول بيننا طول بيننا لان الحكم هيدا بالنتيجة عم ينزت على انسان سلاناتير امان اللي قدامنا حرام ندق فيها ما قلنا حق شكرا لك دكتور فادي اليوزجي شكرا لحضورك ضيف معنا بالمجال الصحي ولكل المعلومات اللي اعطيتها للمشاهدين حول موضوع حلقتنا بأمريكا. شكرا لك مشاهدينا لهم تنتهي حلقتنا بدي اذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل البرنامج بشوفكم بحلقه جديده الله معكم